وقد قال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 صباحا. فإن عاد في الثانية فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الثانية لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الثالثة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة فتاب لم يتب الله تبارك وتعالى عليه. فليحذر الناس. مع ذلك قال علماؤنا: من صام في نهار رمضان وحقق ما أوجب الله تعالى من الشروط والفرائض فصيامه صحيح، ولو شرب الخمر بالليل فإنه سيعاقب، علما بأن الله تعالى قد فاضل بين الأزمنة والأمكنة، فكان فعل الطاعة في الأزمنة الفاضلة يزيد في الأجر، كما أن الوزر في الأمكنة والأزمنة الفاضلة يزيد في الوزر. فنعوذ بالله من الضلال، ونسأله التوفيق والسداد والهداية.